في مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، فجر حارس اتحاد البوليدة إسلام ليتيم معلنا بتقرب أشخاص منهم من أنصار اتحاد البوليدة مطالبينه بتسهيل لقائهم المقبل أمام أولمبي المدية مقابل مبلغ مالي معتبر. إسلام ليتيم أضاف قضية أخرى إلى سجل فضائح المستديرة الجزائرية التي باتت تعاني الأمرين، رشوة علنية وكواليس داهية في ظل عقوبات غير ردعية. فبعد أن اقتصرت ظاهرة الرشوة في وقت غير بعيد على بعض الأندية القوية صاحبة الخزينة المملوءة فقط، طالت جذور هذه الظاهرة في المواسم الأخيرة بسرعة رهيبة. فقبل بداية أي موسم كروي يخطط رئيس الفريق ويضع ميزانية خاصة لشراء المقابلات حتى يبقى فريقه في القمة ويكسب ود الجماهير بشراء ذمم بعض الحكام أو بعض لاعبي ومسيري المنافس. هو ما حدث جملة وتفصيل مع حامي عرين النادي البوليدي الذي ضمن الصعود للرابطة المحترفة الأولى، وتنتظره مواجهتان قبل إسدال ستار الموسم الكروي. المواجهة الأولى تجمعه بأولمبي المدية، هذا الأخير الذي يبحث عن الصعود بشتى الوسائل حتى وإن تطلب الأمر ترتيب اللقاء. ما نقولوا أن الناس هذو مقربين لي بزاف، شو هدروا لي تماما لما شيء هدروا لي على الحكاية دي، قلت لهم ماشي أنا اللي تهدروا لي، قلت لهم خاطيني هذا الشيء. أيام بعد راح تفرج الماتش تاع برشلونة والبايرن، عاودت وليت باش ندخل لوطيل لقيتهم يستناو فيا، كنت أنا وجوار صاحبي أسد حكموه هو، قالوا له يا ولدي هضر مع ليتيم طلعوا فيها صوارد كبار وما لا باليش، قالوا ماشي هكا والآخر قالوا نركبوا معنا في طوموبيل برك ونقصروا صاي الحكاية نفوتوها. بعد ديمارك شغل ديمار السيد قال راه نجيب ساندويتش ونجي، مشينا معاهم في طوموبيل حتى لحقنا للسيد هذا من بليده ثاني، السيد هذا اللي جايب لهم دراهم قال لهم جيبوا لي غير ليتيم وسعد نشوفهم باش نعطيكم دراهمكم. كي لحقنا وسعد يعرف هذا السيد هذا اللي من بليده، كي شافوا هبط من طوموبيل متزايدوا هك في الهضره، هبطنا من طوموبيل هزينا طاكسي لحقنا للوتيل، عيطنا للبريزيدو جان البريزيدو قلنا له واش كان واش كان، هذا البريزيدو عيط للسيد هذا ما ريبوندناش عليه. ما هي الحكايه؟ أنا كانت شوكيت ما هذ الناس مقربين ليا، هما داروا على أساس باش يشوفوني هذ لي ديريجون تاع عمدية ولا ما على باليش أنا، غير تما هوليتي معانا باش يعطيهم دراهم. الرئيس عيط له قلت له رواه تشوف، قلت له هو اشتراه هذ الناس هذو راهم في كوميتي دي سيبورتير، راهم يخدموا مع الفريق، هم واش داروا هم واش داروا. وعطينا تما النيميرو تاع السيد هذا اللي خدم لافير، عيط لصاحبي أسد لارير دروات أنا أسد، عيط له قال له ولي رجالهم يستناو فيك، قال له علاه رحت؟ قال له رجالهم يستناو فيك وعلاه رحت؟ النيميرو تاعو قعد مديناه لرئيس الفريق، قلنا له هاو النيميرو تاع السيد، اتصل به وشغل ما ريبونداش عليه هذا، بالك يعرف النيميرو ولا. محفوظ بقلقال رئيس فريق أولمبي المدية كان قد أكد أن الإدارة ستحفز اللاعبين من أجل ضمان الصعود إلى المحترف الأول، فهل التحفيز في قاموس بقلقال يعني شراء المقابلة والبحث عن الربح السريع؟ أسامة ليتيم هو الآخر أكد أن إدارة الفريق تطالبهم بالفوز والعودة بنقاط اللقاء من أجل تبديد كل الشائعات التي تحوم حول ترتيب المقابلة. نلعبوا هنا نلعبوا باش نربحوا الماتش هذا، نبعدوا كاع الاخر نجبدوا رواحنا من الهضره هذه الحكايات هذه اللي راهم يدوروا، باسكو اشاعات كبيره راهي تدور على الماتش هذا، الناس كامل تقول تخدمين الماتش، حنا ما تهمنا لا المديه لا تاجنا لا تيليزان لا واحد، ما يهمنا تهمنا ليكيب تاعنا احنا. هي القضيه اذا كره القدم اللعبه الاكثر شعبيه في العالم، الساحره التي عاشقها الملايين في انحاء العالم، واللعبه التي صنحت افراح الجزائريين تتحول اليوم في حظيرة الضمائر الغائبة واللامسؤولة إلى مستنقع عميق يحوي بداخله كل ما هو بعيد عن أخلاقيات اللعبة. كل هذا يحدث وسط صمت المسؤولين عن قطاع الرياضة في البلاد من جهة، وعدم التطبيق الصارم للقوانين ومعاقبة المتورطين من جهة أخرى. وأختمها بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، لعله الحديث الذي يحرك الضمائر الغافلة.